الحولي 16/12 كتبت الشهيد محمد صاحب الخطيب الآن تتقدم من المشفى من أجل ضرب المشفى وتخفيف على أهل المحاصرين أو الذين يقصفون في قرية الطيب الغربية إحدى قرى ومدن الحولي. الآن كتبت الشهيد محمد الصاحب أبو عمر التابعة لكتائب الفاروق تقوم الآن بتجهيز نفسها. إحدى سرايا الكتيبة الآن تتقدم من الجهة الشمالية للمشفى أجل ضرب هذا المشفى. إذا إحدى سرايا كتيبة الشهيد محمد صاحب الخطيب أبو عمر التابع لكتاب الفاروق في محافظة حمص. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين.